يلا ابدا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم اراويكم كيف اللي هو تستخدموا الاستضافه المجانيه من موقع ومن هذا من هذا الموقع. الاستضافه المجانيه ترفع عليها موقع او من هذا الموقع تاخذ الاستضافه تحط على الاستضافه موقع فيصير الموقع مالك يقدر يشوفه الناس مو بس انت اللي تشوفه. طبعا هذا على ووردبريس، انا كان على ووردبريس اليوم على ووردبريس. اول شيء لازم تدخل على هذا الموقع هذا هو EB2A تو تكتبه بيطلع لك على طول وتحط حجز موقع مجاني عشان تبغى انت مجاني. طبعا تقدر تحجز بفلوس لكن اقوى اللي بفلوس يكون اقوى والمجاني اضعف للاستضافه. يعني مثلا الاستضافه المجانيه ما تتحمل ناس واجد، مثلا يمكن يدخل عليها 10 تصير صفحه بطيئه بس لانها استضافه مجانيه وتحتاج اعلانات وحتى المساحه اللي فيها صغيره فبتدخل على حجز مجاني. تطلع لك هذه الصفحة طبعاً هذا هو محطوطة هنا. هذه الاستضافات نوعها احنا هو المجانية هذه سجل الآن مجاني بيطلع لك يقول لك لازم تسجل في الموقع. فيقول لك اول شيء رابط الموقع مالك وش تبغى الرابط. طبعاً الرابط هذا هو اللي انت بتعطي الناس والناس بيدخلوا عليه وبيفتح الموقع منه. تكتب اي شيء تبغاه طبعا ما في مسافه زي ما قلنا امس ما تقدر تحط مسافه فوق مثلا كذا وتحط بريد الكتروني اللي هو استاذ احط بريد الكتروني من عندي ولا يعني لازم ادخل واختار رقم المرور تحط كلمه سر. طبعا كلمه سر هذه لازم تكون البريد الالكتروني حطينا جيبه. عموما فتحط كلمة مرور، هذه كلمة مرور لازم تكون تذكرها لأن بعدين بتحتاجها عشان تكمل في تركب الاستضافة على الموقع. فتحط مثلا أنا بحط QWER234 تعود تكرر كلمة مرور مثلا يعني ويقول لك صورة تحقق رمز تكتبها مرتين نفسه 1FE20 تعود تحطه. كيف انت تقول مساحه محدوده للمكتوب مساحه مجانيه مساحته محدوده يعني الموقع هذا لازم يكون عليه يعني الناس هم بينزلوا مثلا حاجات على الموقع اي بس انت تقول محدود هناك مكتوب غير مساحه نزلت على شوي بتشوف شوف مساحه محدوده ترى غير إذا تبغى برجع لك بعد شيء باوي اثنين كمل كمل طب تكون بعضها إعلانات مو حقيقية في البداية تسجيل الآن فتسوي تسجيل الآن لما تخلص كل معلومات تنتظر شوي طبعا لو غلط بيقول لك وش الغلط وكذا يعني إذا أنت انتبه بس إن اسم الموقع ما تحط فيه سبيسات بريد إلكتروني تكتبه كلمة المرور تكون أوكي هلا هو يقول لك إنه الحين سمحت صور كرسيك طالع عندي يقول لك ان استوى التسجيل والاكتيفيشن اللي هو التفعيل وصل الى الايميل مالك اللي هو هذا هو الايميل وبس يعني اذا ما استقبلته لمده 10 دقائق وتصير ما ينفع او لا تقدر تسوي لها ريسند اللي هو العوده يرسلوا لك رساله جديده اذا ما شفت الرساله يعني تضغط على هذه وبيرسلوا لك رساله مره ثانيه تروح الحين تدخل سواء كان عندك هوت ميل ولا جيميل او ايا كان اللي عندك تدخل على الايميل يا حمار صراحة
فده دخلنا على الايميل. طبعا اللي عنده جيميل بس برويكم ما بتشوفه في كل في البريد ورا، تروح للمزيد، تروح للرسائل غير مرغوب فيها عاد تطلع لنا. هذا هو eb2a.com نفس اسم الموقع اكتيفيشن، تدخل عليه وتفعل. هذا اللي حصل لنا صاجد في نظام اكتف، يروح في البريد المهمل وهو ما يدري عنه. طبعا في وايد اشياء، مثلا في كل البريد، في المهملات، في الشسمه، انت تروح للغير مرغوب فيه، رسائل غير مرغوب فيها، تدخل عليه تعود هنا وتدخل على هذا عشان تفعل. يقول لك انتظر عشان الاخوي يفعل له. السؤال وش اللي تقدر تنزل عليه؟ الصدفة. إذا تنبى تنزل عليه وش بتنزل عليه مثلا؟ أي هو؟ هو الدلال. يعني الاستضافة. الاستضافة تقدر تسوي فيها موقع بشكل عام، مو لازم تدوينه، حتى أي موقع تقدر تنزل عليه موقع في النهاية. سواء كان تدوينه، منتدى، أي شيء. احنا بنسوي عليه تدوينه، بنربطه بالورد بروس، بنسوي عليه تدوينه. اللوجر مهما يكون يقيدك ببعض الامور، تصل الى احيانا نقاط ما لها حل، تكتفي باللي موجود فيه. هذه الاستضافه المجانيه اي نوع من الملفات ترفعها، تتدخل برمجيا في اكواد الملفات كلها، كل شيء انت تتحكم فيه في الاستضافه المجانيه او حتى استضافه مدفوعه. ما دامت استضافه يعني ملفاتك انت تركبها، يعني انت تتحكم في كل شيء تقدر. كان في كمبيوتر إلك بعيد، تحط عليه ملفاتك، تخليها تنتشر من الناس، تحذف منها، تضيف فيها، تخرب موقعك بنفسك. الطريقة. فبعدين بتروح إلى سي بانل، اللي هو هذه منك تقول إنها لوحة التحكم مالت شو اسمه مالت الاستضافة. هلا هي الحين أنت بتدخل اليوزر نيم، اليوزر نيم طبعاً أنت ما حطيته. هناك في التسجيل انت حطيت الايميل ما في يوزر نيم، اليوزر نيم هذا هو بيطلع لك هذا ال HTTP تنسخه نفسه بالضبط، تنسخه تنسخه، تحط الباسورد اللي عندك. احنا حطينا QWER1234 سيب انه ما في اللي هي X3 ولا وخلي اللغه انجليزيه زي ما هي، لا تغير معي الا قاطب واحد بس انا بشرح الانجليزيه. هذه البانل جدا مهمة شباب، كنترول بانل حقت المواقع، ايا كان موقعك دائما وابدا بتشوف، طبعا مواقع الاستضافة ها، دائما وابدا بتشوف زي هذه البانل، تتحكم فيها من خلالها في كل شيء في موقعك، في كل جزء في موقعك تتحكم من خلال قاعدة البيانات، في الاسماء الاضافية، سب دومينز الى اخره، كلها تتحكم فيه من خلالها. وحتى الفايل مانجر كيف تستعرض ملفاتك نفس من خلال هذه الكنترول بانل، دائما شكلها هالشكل بهذا المنظر. ملفات الاف تي بي، طريقه الاتصال بالاف تي بي من خلال السي بانل، كل شيء من خلالها. كمل محمد. فالحين احنا ما نبغى ذا، do you need help getting started؟ No. يعني مساعده وانت تشتغل وفي شيء يساعدك ما يحتاج. فالحين بنروح MySQL databases. وش هي هذه ماي سكيول داتا بيسز؟ هذا حسب اللي اعرفه عن سكيول هذا سيرفر برنامج او هي لغه برمجه سكيول اصلا. داتا بيسز اللي هي قواعد البيانات. نعم، اذا هي انشاء قاعده البيانات الخاصه بالموقع. انت اذا عندك وورد بريس مثبت هنا في الجهاز بالانستنت وورد بريس، ما تدري ان هذه الصفحات قاعده تخزن في وين تخزن؟ في قاعده بيانات بعد مخزنه على نفس الجهاز. هذا هني نفس الشيء، الصفحات مجرد صفحات ما تشتغل لحالها، لابد في مكان تتخزن فيه البيانات، ملفات تتخزن فيها البيانات. الملفات هذه نسميها قاعدة البيانات. فالحين زميلكم قاعد ينشئ قاعدة البيانات، اللي إذا أنا قمت أتحكم في الصفحات، التحكم هذا، البيانات اللي أضيفها، التدوينات، البيانات كلها بتتخزن في وانا في قاعدة البيانات. هذه اللي قاعد الحين هو ينشئها. تفضل. بعدين هنا بتسمي قاعدة البيانات أي اسم تبغاه، حتى بسبيس عادي هنا، ما مو لازم يعني مجرد اسم.
وبتحط كريت داتابيسس اللي هو خلاص سوي القاعدة في ميانا. بدون سبيس. بدون سبيس. اسمه هذا هو اللي يكون بدون سبيس. هو تسوي خلاص عارف. أهم شيء يكون الاسم مو مأخوذ يعني. أحيانًا يكون مأخوذ. فده هو كده بيطلع لك اللي هو المعلومات كلها مالت الداتابيس مالك يعني. فالحين خلاص هذا الجيميل ما نحتاجه. خلاص جيميل لأن سوينا اكتيفيشن خلاص. فالحين عندنا هنا الحين نروح إلى هذا. طبعًا هذا هو هذا الموقع مالك الحين ما فيه ولا شيء بس هذا هو يعني. تبت على الاستضافة من السي بانل ما يتيح انشاء ما في اي شيء. شوف لو السي بانل ما في اضافة وورد بريس. في اضافة من نفسها ايه هون دقيقة فوق لا مو من السي بانل احيانا بعض السي بانل تجي فيها خدمات اضافة وورد بريس او اضافة منتدى او اضافة شيء من نفسها في صورة اذا مو موجود امكانية اضافة وورد بريس من السي بانل تضطر انت وش تسوي؟ وش تسوي في وورد بريس؟ طبعا هذه ترفعها الى الموقع وتشغله من الموقع. هذه روابط عندنا هذه مال السي بانل هذا مال الموقع وعندنا وورد بريس لازم نسخة معينة بعض المنطق ما يشتغل عليها هذه 4.6 وش بعدنا عندنا هذا الحين بنستخدمه مال رفع قواعد البيانات فالحين بنستخدم هذا لازم نسوي شغل طبعا بتحمل انا ما بيكون بس من بتحمل هذا هو رابط الضغط حطيت شغله فايل زله في فايل مانجر محمد من نفس الكنترول بانل انا الموقع اللي شفت منه ما يحتاج تدخل السي بانل طبعا هذه الإضافة تسهل عليك رفع الملفات برنامج ثبته عندك ارجع للسي بانل روح الفايل مانجر وين هو؟ بعد تحت هذا فايل مانجر وين هو؟ ايوه ملف مضغوط هو الورد بريس جاي ايه ما عليك الا بس تسحبه وتفلته الظاهر او ابلود لك هون ابلود الأفضل أن تكون مجموعة الملفات مضغوطة في داخل ملف مضغوط علشان يصير نقلها سهل مرة واحدة بينما إذا كانت مفلولة الملفات كل ملف لحاله تقعد سنة مثلا تنقل 1000 ملف قد يكون في 1000 ملف في الورد بريس يعني يمكن سنة أو أكثر تتحمل ملف قد يصير أخطاء في النهاية طبعا هو الحين يطول على ما يرفع قواعد بيانات لأن في شوية ملفات والاستضافة بالذات ما هي كم حجمها؟ ما أدري بس في الميجا ما أتوقع يعني 5 ميجا ما كبير ثمانية ميجا هو هنا يقول أقصى شيء 10 تقريبا بس يعني البرنامج يعطيك بلا حدود إذا هو أبلود فايل ما انتهى؟ بعده الله يرضى أوكي فالحين احنا ندخل على الورد بريس اذا بغينا نشتغل له الورد بريس فالحين انت لما تدخل على الورد بريس اللي هو تحط الشسمه تحط اليوزر نيم اللي عندك هناك والباسورد اللي عندك هناك بس كيف بيتصل به؟ ما ادري بس انا لان سويت ستارت بديك الطريقة بالبرامج الثانية فما ادري كيف في الاطار زين اعطيني مجال انت تبغى تشتغل على اللي موجود اونلاين؟ ايوه
اللي مرة اللي رفعتها إيه؟ طيب أعطيني إياه. طبعا من نفس الفايل مانجر خلاص تضغط على هذا باب علشان ترجع الى ملف ثاني. شايفين الاتش تي دوكس؟ الاتش تي دوكس هذا المفروض يكون داخل هني الملف اللي رفعناه. اذا مو موجود هني ضروري يكون داخل، لان موقعك بيصير يدخل اليه من هذا، من هذا الملف الاندكس. اذا ما كان موجود هنا ضروري ان انت ترفعه الى داخل ال اتش تي دوكس. والله ما ارتفع الى ال اتش تي دوكس صح؟ ما في صفحات عليه. ايه نسوي ريفرش نشوف. رجعت. ايه مو موجود. تدخل ال اتش تي دوكس وانا ارجع. الصفحه اللي قبل. هذه؟ لا لا انا اقصد ترجع لهذيك لما رفعتها. ما لك من صفحه المفروض رفعتها. ما نرفعها من جديد الى الاتش تي دوت. هذا هني زي الرساله files of your website should be uploaded here. يعني ضروري ترفع ملفاتك هنا في ال htdocs. اذا نسوي ابلود ما تشوف فايل من جديد وهذا هو الادريس اوبن. الناس اللي يتكلموا في احد يتكلم يسولف يضحك يتمسخر؟ نعم انا راح حمام. ها؟ اي تفضل هني تقريبا هني تحت نلاحظ هذه اللي اجي عليها تغرف لحالها. لاحظ فيها uploading ونسبة منهم. هذا كم باقي منها يعني يركب الملف إلى السيرفر. طبعا في بعض السي بانلز يجي الفايل مانجر هذا اللي الحين شايفينه قدامنا يجي شوي أرقى، يمكن تتعامل إياه بشكل أرقى، يختلف من موقع إلى موقع حسب إصدار السي بانل اللي هو مركب لنا، حسب السي بانل مركبة على سيرفرهم. وهني تميزهم لكنها في النهايه نفس الغرض ونفس الواجهه اللي شفناها. الواجهه اللي شفناها حق السي بانل من شوي اللي هي هذه دائما تتشابه ونفس طريقه التعامل، يعني ما بتضيع انت دائما هي نفسها. باقي 30% تقريبا. فاهمين شيء؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. هذا اذا انت تبغى تشتغل وورد بريس. ها هذا لك البلوجر تسهلين مره اسهل من هذه الطريقه، لكن وورد بريس هو شيء يتطلب الخطوات اللي سواها محمد قبل شوي. نفس الشيء بتحجز مساحه بتفعلها وتستخدم الفايل مانجر علشان تصعد لوورد بريس ملفات وورد بريس. والحين هذه النقطه بنشوفها الحين بعد هذه الصفحه ترجع اي صفحه هذين هذه الصفحه اللي قبل لما رجع. المهم هذا ما صار موجود. شفت محمد ما رضى يركب هناك في الملف اللي برا الفولدر اللي برا، رضى يركب هنا. هل هو الفولدر اللي احنا نشتغل فيه هو فولدر الموقع؟ فالحين تحط صح هنا وتقول له وش هو؟ انزي استاذ وش اللي يقصده محمد من انت قلت في فرق عن النت او حاجه كذا على النت؟ محمد بعد ما خلص من رفع الملفات على النت جاب يشتغل هذا اللي احنا نشتغله على محليا على الجهاز. هذا اذا اشتغل فيه محمد هذا هني على الجهاز عندنا ما حد بيشوفه من النت. هذا الفرق بينه، يعني هذا الانستنت وورد بريس يجهز لي الوورد بريس عشان بس اشتغل عليه هني. هذا اون لاين بيصير بعد شوي اذا طلعت رحت بيوتكم تقدروا تدخلوا عليه من الرابط اللي محمد سواه من شوي عرض عليكم اللي هو ما ادري اي واحد. هذا الرابط بعد شوي يطلع بعد شوي يطلع. تضغط على صح هنا علشان يتم وش فك ضغط الملف هذا ملف الوين زيب او الوين راب. يتم فك الضغط يعني خلاص يصيروا ملفات ينفلوا الألف ملف هذين مال الورد بريس او يمكن اكثر ينفكوا ينفلوا ويصيروا موجودين داخل الموقع داخل السيرفر حق اللي انت حاجزه.
لاحظين؟ شايفين كم ملف دهن؟ تخيل دهن تسوي لهم واحد واحد ابلود. هذا هم يفكروا داخل هذا الفولدر. يعني اثناء كتابة العنوان لازم نكتب كلمة ووردبرس، او نسوي له رينيم نسميه حرف مثلا، حرف واحد. بي او بي او دبليو لو. كمل لنا محمد ولا؟ كمل لنا. ها؟ كمل لنا. لا انا لانه متعود على البرنامج صار من البرنامج صار ما شاء الله. نعم الحين يلزمنا نعرف الرابط حق الموقع من وين؟ من هنا هنا هذا صح؟ اي هذا هو الحين هو ما في شيء، لكن لو كتبنا دبليو سلاش دبليو لا رفع يعني بينها. لاحظ وش طلع لنا؟ اشتغل هذا الدبليو. وش هو الدبليو اللي انا حطيته؟ هذا الورد بروس اعاد تسميته الى دبليو اسهل صح في الكتاب. يعني اللي يبغى يدخل على الرابط يدخل هالشكل نجاح سكول دوت اي بي 2 اي دوت كوم بعدين سلاش دبليو. بس الحين اول دخول ما حد يعرفه غير راعي الموقع صح؟ فيقول لي يلا وش تبغى تسوي الحين؟ طبعا اللي يختار اللغة العربية مثلا يتابع يكمل يقول له يلا وش اسم قاعدة البيانات؟ اسم قاعدة البيانات وش سميتها محمد؟ داكوم وندوز يوزرنيم. اوه قاعدة بيانات داكوم يوزرنيم. انا هني؟ لا لا غير وجه داكوم يوزرنيم ما في ولا يوزرنيم. هذا؟ هذا اليوزر نيم حق القاعدة بيانات، لكن اسمها اسمها سكول ما ادري ايش سميها نجاح سكول اي ان ان اي جي تاكد من الاس كيو ال داتا بيسز تدخل هنا ماي اس كيو ال داتا بيسز هذا اسمها المهم اللي جاي تذكر الباسورد حقتها كذا دبليو اي ار راح نحفظها بعد اسم المستضيف بالعاده دائما لوكال هوست حتى هم عندهم في السيرفرات بالعاده دائما يكون لوكال هوست يعني كان السيرفر يطلب قاعده بيانات من نفس السيرفر اللي موجود على صفحات الموقع هو نفس اللي موجود على الداتابيس بالعاده دائما بدايه اسم الجداول في قاعده البيانات يصير دبليو بي هذا تخليه بعد زي ما هو وارسل اذا كل شيء تمام بكمل خطا في انشاء قاعده البيانات انشاء الاتصال المستخدم وكلمه مرور نفسها ما حطيت رقم بس ما في ايميلي ما دخل مالت ايميل حطيت هوست ايوه هذا بدل لوكال هوست المفروض هذا اذا اختلف يعني مو لوكال هوست ها مو لوكال هوست تحط كلمه مرور هذه جدا مهمه حقت المعلومات اللي تطلع وين هي راحت هذه جدا مهمة علشان تاخذ منها البيانات اللي تخلي موقعك يشتغل وين راح؟ خلاص تم كمل كمل هذا كله اونلاين الحين ها مو على الجهاز زي ما كنا من اول نستخدم الووردبريس على الجهاز لا هذا اونلاين طبعا الحين تكمل الشغل تكتب اسم الموقع اللي هو اللي كتبته انت من قبل هذا اسم الموقع خلاص الرسمي انا ايش مدونتك هي يعني اسم الموقع اللي طبعا بيجي الناس او دقيقه هنا الظاهر هذا اللي فوق بيطلع الظاهر لا الادرس لا مو هذا مو الادرس الادرس خلاص
ايه هذا الادرس هني تكتب اسم موقعك وايش تبغى اسمه؟ ايه لفوق تقدر تغير اسم الموقع. لا اسم عربي، اسم عربي هني عربي. ايه الاسم الرسمي العام، مدرسة كذا، مدونة كذا. تقدر تغير اسم الأستاذ بعد ما بعدين ايه من ان تدخل من الخصائص وتغير وتحط اسم المستخدم. الى طبعا هذا اسم المستخدم بيكون ماش محمد حق الدخول. ايه حق المدير مثلا نخليها هات من الموضوع. وهذا هو بيحط لك واحدة من الأساس وانت أهم شيء تحفظها عشان بعدين تدخل. أو تغيرها باللي يناسب. أو تغيرها وتحط البريد الإلكتروني اللي تبغاه. في أحد مضيع ولا الكل متابع؟ ترى هذا الكلام مهم. الناس وصلوا إلى أبعد من هذا. الناس الثانيين الغرب الشرق الشمال الجنوب، الناس في كل مكان وصلوا إلى أبعد من هذا. هذا الشيء اللي قاعدين تتعلموه الحين جدا بسيط بالنسبة للناس. تفضل. حفظها كلمة مرور أو شيء؟ وخلاص يعني يقول لك انا منع من حركات البحث من الارشيف، يعني محرك بحث جوجل وحركات البحث التقنيه لما تحط هذا الخيار ما بيطلع لك في الليست لما يدور واحد على الموقع. هذا اذا شو اسمه اذا حطيت الخيار، احنا ما نبغى الخيار في الدار تفور تنظيف وتدرس. هذا اذا تبغى تخليه يعني كل شيء يدخل تلقائيا يعني خلاص سوي دخول. مثلا لو تبغى تذكرني خلاص يعني هو جهازك انت متاكد انه ما حد يدخل عليه ثاني ولا كذا ياخذ الموقع سوي دخول. خلاص بيصير عندك الورد برسله هو زي ما هو زي اللي شرح الاستاذ وتشتغل عليه. الله يعطيك العافيه. فاهمين؟ في احد مو فاهم؟ في احد ما وده يجرب؟ في احد عنده سؤال؟ استاذ الحين يعني كل اشتغل الحين بيسويني واكثر يعني ما في طريقه لاستخدام الورد برس ان انت تخليه عندك على الجهاز وتستخدم الانستنت وورد برس وخلاص. ما في فائده صار. يعني كيف مدونتك ما تنشر بس كذي على جهازك؟ الانستنت وورد برس اللي انتم تستخدموه عشان يعطيك فكره. الطريقه الحقيقيه لاستخدام الوورد برس هي هذه. كل سهوله، هذا انا اقول بكل سهوله. هذا اللي تشوفوه معقد يمكن بعضكم يشوف هذا جدا معقد. لا، شغل مخك، ابدا اشتغل. الاجهزه دي الابلكيشنز اللي تستخدمها في جوالك ضروري تبدا تفكر هذه كيف مسويه؟ هل يمديني اسوي زيها؟ او على الاقل اذا ما ابغى اسوي ابلكيشن في الجوال ابدا افتح زي هذه الامور احوس فيها، ما يضر. افتح يوتيوب يمكن الاقي دروس كلها عباره عن حجز، تحجز كانك تسوي لنفسك ايميل، تحجز استضافه، تفعلها، ترفع ملفاتك، تدخل لملفاتك، باسوردات يوزر نيمات على السريع، بيانات هو لحاله وانت تشغل استضافاتك وهو يعطيك بياناتك اللي بتستخدمها. زي هذه اللوكال هوست اللي توهقنا فيها قبل شوي، لقينا يتكلم عن الهوست في صفحه المعلومات اللي طلعت بعد الحجز. الروابط حق هذا الموقع اللي حجزه من صفحة المعلومات بعد. لا صدق. أنا لو نكتبه. أنت الحين دخلت هدوها شوف وش مكتوب فوق. لا أنا أقصد صار روابط استضافة. عشان لا أسوي استضافة. EB2A. طبعا مو هذا الوحيد. في واجد استضافات مجانية. بعضها عربية زي هذا الـ EB2A وبعضها مو عربية. تفضل. لازم ترفع موقعك، لكن في انا اقول لك في بعضهم يوفرون من السي بانل. تدخل هذه السي بانل هالشكل نوضع على الهوم حقها من بدايه. اول ما تدخل افتح الباب، اول ما تدخل السي بانل تنزل هنا تحت تقريبا تحت فوق بتشوف يقول لك ايش يعني ابلكيشنز او وورد بريس. يقول لك مثلا في او سي ام اس وتضغط عليها وقوم مثبت لك الوردبريس. خلاص
او يثبت لك اي دروبل مثلا او اي سي ام اس هم يدعمون في سيرفرهم. تفضل. هل تقدر تسوي موقع بدون اضافه؟ مو عملت البلوجر. ايه اصلا البلوجر هو يسهل عليك ذا الامر، لكن بيقنن عليك اشياء واجد. هذا انت حر في مدونات سوي فيها كل اللي تبغاه. تقدر انت مثلا تطفي موقع زي ما بدك تخرب موقع تطفي بنفسه. بلوجر تقدر تطفي. تقدر تسوي موقع بدون استضافه وبدون بلوجر. اي نعم تقدر مجرد صفحات جاهزه هالشكل. صفحه تنشر. ايه تنشر بتصير على الرابط هذا اللي شفناه مثلا زي هذا بيصير. زي هذا بيكون. وطبعا خلاص تقدر تتعامل اياه كان عندك على الجهاز هذا الانستنت وورد بريس اللي كنت تشتغلوه. نفس الشيء بالضبط نفس الطريقه. تعدل وتضيف من التدوينات وتحط منيو وتحط زين. إيه في فرق جدا كبير. المساحه هني قد في الاعلانات يقول لك مساحه غير محدوده، قاعده بيانات غير محدوده، لكن في الحقيقه لان جيت تستخدمه انت موجود في سيرفر واحد ويا يمكن 1000 شخص عندهم مواقع. هذا بيتسبب في ورش انك يمكن كل يوم يوقف موقع 5 دقائق عده مرات. كل يوم يوقف موقعك عدة مرات لمدة 5 دقائق. يعني يمكن 10 مرات في اليوم يوقف لمدة 5 دقائق. هذا إذا في طلاب مثلا يدخلوا موقعك يستجنبوا. كل مرة يدخلوا أحيانا يطلع لهم ماش غير موجود. بلوجر مجرد تدوينات ترفعها بيكون جاهز. ما بيكون كل هالخصائص هذه طلعتها. هذا اللي انتم اشتغلتوه بلوجر ما في هذا كله. ما في كل هالخصائص. لا بالملفات شفتوني وانا احوس فيها صح؟ شفتوني وانا احوس في الملفات وانزل واركب ملف وتركب صور وتركب اشياء على هواء. في البلوجر اللي تحوس في الملفات، ملفات الموقع الاساسيه، قاعده البيانات الاساسيه حق الموقع اللي تحوس فيها. ما يمدي. نظام اكتف مجاني. نظام اكتف لا مو مجاني. ولذلك في اعلانات علشان يندفع. واغلاقه يمكن ينغلق في اليوم مره واحده. كيف استخدم؟ لان السيرفر مو جدا ممتاز لكنه جيد جدا يعني. بالنسبه للاسعار الاسعار جدا متفاوته. في رخيص، في غالي، في مره رخيص، يعني يختلف عن المجاني بس بشوي في بعضهم. على حسب وش السؤال. ها؟ على حسب وش السؤال. مميزات. في بعضهم مخادعين، مميزات قليل لكن سعر مرتفع. طيب استاذ انا ابغى اسوي استضافه كيف؟ سوي نفس الطريقه اللي اتبعناها تبعها اخوك محمد هاوس. ادخل على اليوتيوب ان شاء الله بتشوف الفيديو هذا بنرفعه وتعرف طريقه. نفس الطريقه. لا مو انا ابغى اسوي استضافه. انا ابغى اسوي استضافه. تبغى تسوي موقع يستضيف؟ إيه؟ يبغى لك سيرفرات قويه جدا. ويبقى لك تنسق ويا منظمه اسمها ايكان. ايه علشان يعطوك روابط اي بيات ادريس هدنن اليو ار ال اللي فوق. منظمه هي خاصه باليو ار ال هذا الادريس اللي فوق يعطوك اي بي ادريس. الاي بي ادريس هذا تشوفه مجانا حق الخادم. هو مو مجاني، هم هذول يشتروه بفلوس من عند الايكان.